بجد احنا كل يوم بيزيد شعوري وفخري اني مصرية، ان مصر دي بجد مش مجرد بلد ومش مجرد تاريخ. المجتمع المصري اللي انا جواه دلوقتي في المستشفى هو ده المجتمع الحقيقي، او المدينة الفاضلة اللي احنا كلنا كنا بنحلم بيها. احنا لا بنفرق بين دين ولا بنفرق بين جنسية ولا بنفرق بين لغة. بتمنى من كل حد فيكم انه حتى لو يجي زيارة بس يسلم على الأطفال دول أو يشوفهم. أنا فخورة جدا إن في بلدي في صرح كبير وعظيم. كلنا لما نبقى إيد واحدة، كلنا لما نجتمع على حاجة ونصمم على حاجة، هنساعد بعض وهنقف جنب بعض ونخفف عن بعض.